الله عليك يا مصر، فسحة ببلاش بين قارتي أفريقيا وآسيا في 10 دقايق. ابقوا معنا إلى آخر الفيديو اللي تشاهدوه. تشتهر بورسعيد بالمعدية التي تربطها بمدينة بورفؤاد عن طريق عبور قناة السويس، وتتولى إدارة المعديات وتسييرها هيئة قناة السويس. مبنى هيئة قناة السويس بيعتبر عبارة عن قصر بناه وشيده الخديوي إسماعيل على شاطئ القناة، يعتبر أول بناء على شاطئ القناة، وذلك كان لاستقبال ضيوف مصر من ملوك ورؤساء العالم. بورفؤاد أنشأت عام 1920 نسبة للملك فؤاد، وكان يقطنها في بداية الأمر الأجانب الذين يعملون بورش شركة قناة السويس. وبورفؤاد صممت على الطراز الفرنسي، وتم إعلانها مدينة في عام 2010. وتستخدم المعديات في نقل الأشخاص والمركبات، وتستغرق رحلة العبور حوالي 10 دقائق. رحلة المعدية رحلة جميلة، رحلة بين ضفتي قناة السويس من بورسعيد إلى بورفؤاد أو بالعكس، سواء للعمل أو للترفيه. وإمكانية مشاهدة السفن العملاقة المارة بقناة السويس، وفي متعة كبيرة جدا في إطعام طائر النورس. اللي بيركبوا بيحضروا معاهم عيش ويقومون بإلقاء إليهم ليحلق طائر النورس في الهواء، محدثا عروضا فنية خلال طيرانه. شيء جميل جدا ومتعة ليس بعدها متعة. قناة السويس استغرق حفرها 10 سنوات، وده كان من 1859 ل 1869، وهي تعتبر ممر مائي اصطناعي بيصل ما بين البحر الأبيض المتوسط والبحر الأحمر بطول 193 كيلو متر، والقناة بتسمح بمرور أو بعبور السفن في اتجاهين في نفس الوقت بين كل من أوروبا وآسيا، وهي تعتبر أسرع ممر بحري بين القارتين. تمثل بورفؤاد الشطر الآسيوي لمحافظة بورسعيد الأفرو آسيوية، فهي تقع على ساحل البحر المتوسط في الركن الشمالي الغربي لشبه جزيرة سيناء، ويحدها شرقا محافظة شمال سيناء.